عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا طلابنا الأعزاء، طلاب الصف الخامس الابتدائي، مرحبا بكم في فيديوهات مراجعات وحل أسئلة امتحانات مع بعض. ونركز قوي لأن هي دي الأسئلة اللي هتجيلك في الامتحان، وهو ده المحتوى اللي انت هتتسأل فيه طبقا لأهداف المنهج الجديد. نقول بسم الله الرحمن الرحيم. ما تنسوش يا جماعة اللي بيدخل أول مرة على قناتي، عايز الفيديوهات كلها بتاع الصف الخامس الابتدائي، هيدخل على قوائم التشغيل أو البلاي ليست عشان ما يتلخبطش في الحاجات المختلفة في القناة. هتلقى قائمة تشغيل مكتوب عليها علوم خمسة ابتدائي، مترتب فيها كل الفيديوهات بتاعتنا. واللي مش عارف يعني ايه قائمة تشغيل أو بلاي ليست، اسأل حد أكبر منه أو عارف في اليوتيوب عنه. تمام، نقول بسم الله الرحمن الرحيم. وقفنا المرة اللي فاتت عند هنا، هنقول المرة دي ضاع علامة صح أو خطأ. تمام، عايزك تفهم كل سؤال اللي أنا عايز المعلومة توصل لك منه إيه. بيقول لي يمكن أن تنبت بذور النباتات بدون تربة، ينفع النبات نزرع بذور بدون تربة؟ ممكن نحطها مثلا في مية بس، في علبة مثلا أو في وسط قطن، هتنبت البذور بس. تمام، ده صح. لكن السؤال التاني بقى يوضح لنا، يمكن أن تنمو النباتات وتكبر بدون تربة؟ غلط، هو هينبت في العلبة أو في المية، لكن إنه يكبر بقى ويبقى نبات ويطلع أوراق ويطلع ثمار، لا لازم تربة. لكن هتقول لي يمكن أن تنمو النباتات وتكبر بدون تربة، هقول لك غلط. تمام، بعد كده التربة ضرورية للنبات لكي ينمو لأنها مصدر الماء والأملاح الضروريان لنمو النبات. صح، لأن التربة مش مجرد إن هي بتنبت البذور بس، لأ، لأن البذرة بتاخد الأملاح والمية من التربة. تمام، يبقى التربة ضرورية للنبات لكي ينمو لأنها مصدر الماء والأملاح الضروريان للنبات لنمو النبات. بعد كده تصنع الأشجار والنباتات الخضراء غذائها من خلال عملية البناء الضوئي. صح، لأن عملية البناء الضوئي دي النبات بياخد فيها المية والأملاح من التربة، تمام، والعناصر الغذائية عن طريق الجذر، وبيوصلوا للأوراق والساق، للساق والأوراق، والأوراق بتعمل عملية البناء الضوئي. تمام، بتاخد ثاني أكسيد الكربون من الهواء الجوي وضوء الشمس، وبكده بيحصل تفاعل ما بين المية اللي جاية من الجذور وثاني أكسيد الكربون اللي جاي من الهواء، ويتم تصنيع السكر اللي هو مصدر طاقة النبات. تمام، بعد كده بيقول لي هنا تستخدم النباتات أوراقها لامتصاص أشعة الشمس وغاز الأكسجين من الهواء في عملية البناء الضوئي. هنقول له غلط. ليه؟ لأن النبات هنا بيقول لي بتستخدم أوراق لامتصاص أشعة الشمس، لحد هنا كويس. تمام، وغاز الأكسجين، غاز الأكسجين، لا طبعا في البناء الضوئي بتستخدم غاز ثاني أكسيد الكربون، لكن النبات إمتى بيستخدم الأكسجين؟ في عملية التنفس ليلا. تمام، عملية التنفس إيه؟ ليلا. طيب، في عملية البناء الضوئي يتحد ثاني أكسيد الكربون مع الماء لكي يتم إنتاج السكر. صح، تمام. طيب، تطلق النباتات غاز ثاني أكسيد الكربون في الهواء الجوي أثناء عملية البناء الضوئي. غلط، لا، ليه؟ لأن هو بيقول لك بتطلق، يعني بتطلع غاز ثاني أكسيد الكربون، ده طبعا غير صحيح، هي بتطلع غاز الأكسجين. طيب، هي بتعمل إيه؟ هي بتاخد ثاني أكسيد الكربون وبتطلع الأكسجين. هو هنا بيقول لك بتطلع أو بتطلق غاز ثاني أكسيد الكربون، هنقول له غلط، لأن طالما قال عملية البناء الضوئي يبقى هي بتاخد ثاني أكسيد الكربون. لكن لو قال التنفس، هي فعلا بتطلع ثاني اكسيد الكربون وبتاخد الاكسجين في التنفس. طيب، السكر الذي يتم صنعه في عمليه البناء الضوئي يعتبر مصدر طاقه اساسي للنبات. صح، لان هو ده الهدف الاساسي من عمليه البناء الضوئي اللي هو تصنيع السكر. تمام، طيب بيقول لي هنا اختر الاجابه الصحيحه من بين الاقواس. طيب، عندما ينمو النبات في غياب ضوء الشمس تكون الاوراق خضراء اللون. لما النبات بينمو في غياب ضوء الشمس بتكون الاوراق لونها ايه؟ لا يمكن تكون خضراء. ليه؟ لان مفيش بناء ضوئي، تمام، بيحصل. تمام، ليه؟ لان عمليه وجود ضوء الشمس مهم جدا لوجود الكلوروفيل الاخضر، وطالما مفيش ضوء شمس يبقى مفيش كلوروفيل اخضر اللي هو بيسبب اللون الاخضر، فالاوراق بيبقى لونها اصفر. تمام، طيب ماده نقط هي المسؤوله عن البناء الضوئي واللون الاخضر في اوراق النبات، ماده الاكسجين ولا ثاني اكسيد الكربون ولا الكلوروفيل؟ الكلوروفيل. تمام،
طيب، تصعد العناصر الغذائية والماء والأملاح من الجذر عبر الساق في أنابيب تسمى المية والأملاح والعناصر الغذائية لما بتطلع من التربة اللي هي الأرض في الساق بتاع النبات لحد ما توصل لباقي أجزاء النبات وإيه وتغذيه ويستفيد منها في عملية البناء الضوئي. المكان اللي بتطلع منه الأوعية دي، الأنابيب اللي جوه الساق بيسموها إيه؟ الأنابيب اللي جوه الساق اللي بيطلع فيها الماء والأملاح، شرايين ولا بيسموها أوردة ولا أوعية خشبية؟ أوعية خشبية، تمام؟ طيب، يمر الهواء الذي يحتاجه النبات عبر فتحات صغيرة في الأوراق تسمى البثور ولا القصور ولا الثغور. في فتحات كده في ورقة النبات بيدخل منها الهواء اللي هو بيدخل فيه ثاني أكسيد الكربون في عملية البناء الضوئي، وبرضه نفس الفتحات بيطلع منها ثاني أكسيد الكربون في عملية التنفس ويدخل منها الأكسجين في عملية التنفس اللي هي اسمها الثغور. الثغور يعني الفتحات، تمام؟ طيب، بيقول لي هنا من وظائف جذور النبات امتصاص الماء والأملاح من التربة والعناصر الغذائية، ولا تثبيت النبات في التربة، ولا به شعيرات جذرية تزيد من مساحة امتصاص الماء والأملاح والعناصر الغذائية، ولا جميع ما سبق؟ جميع ما سبق طبعا، دي كلها من وظائف الجذور في النبات. الجذر هو اللي بيمتص الماء والأملاح والعناصر الغذائية من التربة، والجذر هو اللي بيثبت النبات في التربة، والجذر هو اللي عليه شعيرات جذرية تزيد من مساحة امتصاص الماء والأملاح والعناصر الغذائية من التربة، تمام؟ يبقى هنقول هنا جميع ما سبق. وبكده خلصت الفيديو القصير ده، وتابعوني في فيديوهاتي الجاية، وعايز الفيديو ده يلف الدنيا، تمام؟ وأتمنى للجميع التوفيق، وتابعوني في باقي الأسئلة على باقي المنهج، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.